9 دول إذن سيزورها وزير الخارجية الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط خلال أسبوع واحد. بلينكن الذي يزور المنطقة اليوم للمرة الرابعة منذ بدء الحرب والتي بدأها من تركيا، كيف ستكون مهمته بعد التطورات الأخيرة على صعيد الميدان في غزة والاغتيالات في المنطقة أيضا، خاصة وأن خطر اتساع رقعة الحرب في غزة لتطال دول الجوار يزداد مع فتح جبهات متعددة ضد المصالح الأمريكية والإسرائيلية معا في المنطقة؟ ما الخطوات المحددة التي سيعرضها بلينكن على الأطراف المعنية لتجنب هذا التصعيد المتوقع؟ كيف ستتعامل واشنطن مع الشريك الإسرائيلي وخطته لليوم التالي على الحرب في غزة والتصعيد في القطاع والضفة؟ سيد الموقف، والحرب أصلا لم تنتهي بعد. دعوني أرحب بضيوفي في النقاش، لدينا أسئلة كثيرة لديهم معهم. معي من القاهرة الدكتور مخيمر أبو سعدة، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة. من واشنطن أرحب بضيفي بالسيد إيهاب عباس، الصحفي المتخصص بالشأن الأمريكي. من عسقلان أرحب بضيفي السيد كوبي لافي، رئيس فرع الشؤون الفلسطينية في وزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا. أهلا بكم معي ضيوف كرام في هذا الجزء من النقاش. سيد عباس، دعني أبدأ معك مباشرة، لماذا حط رحاله بايدن في تركيا أولا؟ لماذا تركيا؟ بلينكن عفوا. نعم، أهلا بحضرتك وأهلا بكل المشاهدين وأهلا بالضيوف. يعني تركيا أولا هي محور مهم في الحرب على الإرهاب، ومحور مهم في حلف الناتو، ويبدو أن هناك توجه أمريكي للسعي من خلال حلف الناتو ومن خلال الأصدقاء في المنطقة للعمل على مكافحة الإرهاب من جديد، فيما يبدو تحديدا إرهاب ربما داعش الذي بدأ يطل برأسه من جديد. نذكر بأن تركيا فيها قاعدة أمريكية كبيرة أيضا للقوات الجوية، قاعدة أنجرليك، وتركيا لاعب مهم في منطقة الشرق الأوسط في الناحية السياسية، وتحديدا ما يتعلق باحتمالية أن تساهم يعني في وضع غزة سواء خلال الحرب أو فيما بعد الحرب. هل هناك يعني بعض الأصوات التي ربما ترى في هذه الزيارة أمرا آخر؟ نعم، هناك من يرى في هذه الزيارة أن بلينكن ربما يريد أن يناقش الوضع ما بعد غزة، ما بعد انتهاء الحرب، وضع الفلسطينيين مع الجانب التركي، ربما يستمع لمقترحات تركية في هذا الإطار، سواء لمسألة الحكم في غزة ما بعد نهاية الحرب، أو ربما طرح الفكرة الإسرائيلية المتعلقة بالتهجير، تهجير الفلسطينيين التي طرحت مرارا وتكرارا من الجانب الإسرائيلي. هناك أمور خلف الأبواب المغلقة لا يعلن عنها كثيرا. السياسة الأمريكية خلال هذه المرحلة عودتنا أنها ربما تصدر بعض يعني التصريحات للاستهلاك الإعلامي، ولديها ما هو خلف الأبواب المغلقة تناقشه مع إسرائيل ودول أخرى في هذا الإطار. سنناقش خطوة خطوة إذن. يعني ما الذي قد يجلبه بلينكن هذه المرة إلى المنطقة؟ هي زيارة رابعة كما ذكرنا. هناك أيضا نقطة ربما مهمة تتعلق بتركيا، أتوجه هنا إلى ضيفي السيد كوبي لافي. نتحدث هنا عن اعتقال السلطات التركية لعدد من المتعاملين مع الموساد والمتخبرين معهم. هناك وحدة خاصة تحدث الإعلام التركي تشرف على ما يسمى بمكتب حماس في تل أبيب، وهي التي تم اعتقال أعضاء لها، وأحدث ذلك ضجة كبيرة صراحة في اليومين الماضيين. بلينكن هناك للوساطة مع أردوغان، أم أن هناك أبعاد أخرى للزيارة ودور لتركيا متوقع حسب الرؤية الأمريكية وربما الإسرائيلية؟ مساء الخير بك بالضيوف الكرام وبالمشاهدين الكرام. برأيي ليس هناك إثباتات أن جهاز الموساد الإسرائيلي قد عمل أو يعمل في تركيا، ولكن عندما نرى إعلان في الصحف التركية نعلم تماما أن هناك ربما هناك مصلحة سياسية تركية تريد أن تثبت لإخوانهم في غزة أن بجوز هم كمان مستهدفون بين
حسين من قبل إسرائيل، ولكن إسرائيل لا ترى في تركيا عدو. لا أعتقد أن هذا خبر صحيح. وماذا عن المتوقع حسب الرؤية الأمريكية والإسرائيلية من تركيا؟ يعني كيف تنظر أنت إلى أن بلينكين بدأ الزيارة من تركيا؟ هل لها دلالة أم هي فقط مجرد تخطيط للسفر؟ برأيي هناك خطأ عند حلفائنا الأمريكان الذين يتحدثون باللغة الديمقراطية عندما يتعاملون بمنظمات إرهابية متطرفة دينياً. هذه المنظمات في الشرق الأوسط مع الأسف الشديد لن تحترم أو ترى في هذا التصرف، يعني نريد أن لا نتسع حلبة الحرب كنقطة ضعف عند أمريكا أو خوف في أمريكا. هذا طبعا غلط. أمريكا لا تخاف من حماس أو من المنظمات الإرهابية، ولكن هذه المنظمات نعم تفكر في طريقة أخرى. وبرأيي كل الحديث عن ما يتم في قطاع غزة بعد الحرب كلام بكير جدا، لأنه لسه حصلنا على الاستحقاقات اللازمة. نعم، والحرب لم تنتهي بعد، وحماس ما زالت موجودة. تحدثت عن التطرف، هناك أيضا تطرف من الجانب الإسرائيلي حسب الإسرائيليين أنفسهم. نتحدث هنا عن بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة والتي قد تغير يعني من أي استراتيجية قد تذهب بها هذه الوزارة أو تلك. هناك خلافات داخلية جدا عميقة، يعني هذه الزيارة لبلينكين تأتي على وقع خلافات وانقسامات داخل الحكومة الائتلافية وداخل الأحزاب وأيضا المعارضة الإسرائيلية، أليس كذلك سيد لافي؟ إلى أي مدى يعقد ذلك المساعي والجهود من أجل تحديد على الأقل استراتيجية واضحة ورؤية واضحة بكيفية إنهاء هذه الحرب، ولو باختصار شديد لو سمحت؟ كلامك صحيح، هناك أطراف يمينية متطرفة أول مرة وصلت للحكم أو ثاني مرة للحكم، ولا تعرف برأيي كيف تقدر قوتها الانتخابية. يعني هم لا يقررون ماذا تكون سياسة حكومة إسرائيل، بس هذا كله ضمن المناقشات أو التداولات داخل الديمقراطية الإسرائيلية. بس طبعا هناك مشكلة في الوقت الحاضر، هناك التفاف شعبي من وراء القيادة العسكرية والسياسية، بس لا شك في ذلك أن هناك خلافات داخلية في إسرائيل. ماذا يحصل في اليوم بعد الحرب؟ أكيد نعم. حتى الآن يعني حول الأهداف وأيضا كيفية التعامل مع سكان غزة، يعني التصريحات اللي نسمعها، هناك تصريحات جدا متطرفة في هذا الأمر. دعني أجير هذا الموضوع لضيفي الدكتور مخيمر أبو سعدة. دكتور، مهمة بلينكين هذه المرة مهمة صعبة معقدة، أم تتوقع بأن هناك خطوات عملية جهزت كما تم الحديث عنه في الإعلام الأمريكي، مجهزة خالصة من قبل الإدارة الأمريكية، أتى بلينكين هذه المرة لكي يعرضها يعني بعد التصعيد الذي جرى إذا كان في غزة، أو حتى الاغتيال لقيادي في حركة حماس في الضاحية الجنوبية في بيروت؟ هذا ناهيك أيضا عن التصعيد من جانب الحوثيين وأيضا في العراق تحديدا واغتيالات للحشد الشعبي. مساء الخير ديما. أنا بعتقد بأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين هي الأعقد أو هي الأصعب من بين جولاته الأربعة، على اعتبار أن هذه الجولة الرابعة، لعدة أسباب. أولا، هذه الزيارة تأتي بعد المكالمة الصعبة التي حصلت قبل أسبوعين بين الرئيس الأمريكي بايدن وبين نتنياهو، والتي طلب فيها الرئيس الأمريكي بايدن يعني بعض الطلبات من نتنياهو، ويعني كان الوضع ليس مريحا لنتنياهو، واضطر الرئيس بايدن أن يقول بأن المكالمة انتهت مع نتنياهو. ولذلك هناك عدم تفاهم بين الرئيس بايدن وبين نتنياهو، هناك خلافات كبيرة، وخاصة على اليوم التالي للحرب في قطاع غزة. هذا أولا. ثانيا،
طبعا هذه الزيارة تأتي في ظل تصعيد يعني كبير في المنطقة. نحن نشهد الآن يعني الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس بايدن سيبدأ الحملة الانتخابية لدورته الرئاسية الثانية الشهر القادم، شهر فبراير القادم، والأمور باتت تشتعل أكثر في منطقة الشرق الأوسط، حرائق أكثر، توتر أكثر. كما ذكرت حضرتك هناك توتر مع الحوثيين في منطقة البحر الأحمر، وشاهدنا قبل يومين قيام البحرية الأمريكية باستهداف قوارب الحوثيين والتي أدت إلى مقتل بعضهم، إضافة إلى التوتر تجاه القوات الأمريكية في العراق وفي سوريا، توتر أكثر على الساحة اللبنانية بعد قيام إسرائيل باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري مساء الثلاثاء الماضي. هناك تخوف من أن تنزلق الأمور إلى مواجهة إقليمية كذلك بسبب عملية الاغتيال. الهجوم الأخير الذي حصل على في مدينة كرمان الإيرانية والتي أعلنت داعش أنها مسؤولة عنه، كل هذه التحولات التي حصلت في الأسبوع الأخير أعتقد أنها عقدت الموقف أكثر، وقد تجعل من مهمة بلينكين أصعب، خاصة وأنه سيحاول أولا منع أو خفض التصعيد في المنطقة وعدم الذهاب إلى تصعيد وحرب إقليمية كما قلت، والرئيس ذاهب إلى انتخابات. ثانيا هو لا يوجد هناك توافق بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل حول ما تطرح إسرائيل من خطط لليوم التالي لغزة. إسرائيل تعيد غزة وتعيد الفلسطينيين إلى 30 عاما إلى الوراء، إلى ما قبل أوسلو، تعيد الفلسطينيين إلى فكرة العشائر والعائلات وروابط القرى والمجتمع المحلي. يعني أصبح مثل هذا الحديث غير مقبول ولا يمكن أن يقبل به أحد، ولذلك لن تكون مهمة بلينكين سهلة، ولكن في نهاية الأمر مطلوب التوافق بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل من أجل إبقاء هذه المصلحة الاستراتيجية بينهما. يعني بالفعل سمعنا كثيرا عن خطة اليوم التالي يعني بعد انتهاء الحرب في غزة، الحرب ما زالت مستمرة، طرح أكثر من سؤال، لماذا الاستعجال والحرب لم تنتهي بعد وحماس لم تختفي بعد، هي موجودة، كيف بالإمكان يعني الانتهاء من الحاضنة الشعبية لحركة حماس؟ ماذا عن خطة وزير الدفاع الإسرائيلي والتي هناك ربما بعض النقاط الالتقاء مع خطة نتنياهو التي كان يفترض أن يطرحها أيضا هو الآخر الأسبوع الماضي وأجلت إلى يوم الخميس مساء أمس؟ دعونا في هذا التقرير فقط نفهم ما هي الخطة التي طرحت بناء على وزير الدفاع الإسرائيلي بتسليم كيانات فلسطينية إدارة غزة والتي سيطلع عليها بلينكين. هذا التقرير. الاقتراح الذي يدرسه قادة إسرائيل بشأن تسليم حكم غزة بعد الحرب للعشائر الفلسطينية، حيث تتولى كل عشيرة المساعدات الإنسانية والموارد لمناطقها المحلية، ليس فكرة جديدة. الخطة هي استنساخ لما يسمى بروابط القرى، وهي عملية تنظيمية طبقتها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية عام 78 بعد اتفاقيات كامب ديفيد. مهمة روابط القرى كانت حل المنازعات والخلافات المحلية، لكن يقول منتقدوها إنها كانت لإيجاد سلطة بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية وقتها. وصلت صلاحيات العشائر إلى ذروتها في منتصف التسعينيات بعد إنشاء السلطة الفلسطينية. عملت العشائر عموما كشبكة أمان اجتماعي، لكن بعضها أيضا أصبحوا لاعبين سياسيين أقوياء يديرون الأحياء والقرى كالإقطاعيات الخاصة. عندما سيطرت حماس على غزة عام 2006 تحركت بسرعة لتعزيز قبضتها على السلطة. كانت العشائر مثل عشائر حلس التي تتمتع بميليشيا قوية وترتبط بعلاقات قوية بفتح، تمثل تحديا خاصا. وقتها دخلت حماس حربا مع العشيرة التي كانت تعتبر الأكثر نفوذا وقتها، وتحت وطأة القتال استسلمت قيادات العشيرة وفر آخرون إلى إسرائيل. سيد لافيد، أتوجه إليك بالسؤال، أريد رأيك الخاص حول هذه الخطة. يعني الجيش الإسرائيلي وزارة الدفاع
يعني قدموا خطة حول تسليم كيانات فلسطينية، رئيس الحكومة نتنياهو أسماهم بالعشائر الفلسطينية. اليوم صدر بيان ثان من هذه العشائر في غزة قالت فيه حرفيا إن إدارة غزة شأن فلسطيني، وأن هذه العشائر يعني قالت بالحرف الواحد أنها تدعم ما سمته بالمقاومة الفلسطينية أي حماس، وأن الخطة هي مثيرة للسخرية. سؤالي هو حسب قراءتك ومعلوماتك وخبرتك، من هي هذه العشائر والجهات المحلية من وجهة النظر الإسرائيلية التي قد توافق على خطة من هذا النوع وقد تعمل يعني بالتعاون مع الجانب الإسرائيلي في غزة المنكوبة وهم أهل غزة؟ أولا ليس هناك فعلا خطة، يعني هذا بس اقتراح واحد من عدة اقتراحات سوف تتم عرضها للجميع. برأيي كما قلت قبل، هناك نحن نتعامل بكير كثير في الوقت، لأنه لسه ما حققنا أو لسه ما رأينا ما هو الوضع النهائي في قطاع غزة. أنا متأكد تماما أن زوال حماس في المنطقة لا يسمح في هذه أي اقتراحات من هذا النوع، لأن عندما استولت حماس بقوة على قطاع غزة في 2007 شردت رجال فتح من قطاع غزة إلى الدفة، وكمان أطلقوا النيران باتجاه الرئيس محمود عباس الذي كان يأتي لزيارة قطاع غزة. ولذلك ليس هناك من هذا الاقتراح، لو في هناك كمان اقتراحات أخرى، مبدأ أو تعالي نقول نقطة بداية نقدر نتحدث فيها، لأن الوضع الكائن اليوم أن هناك 2 مليون رهائن فلسطينيين بأيدي حماس، بأيدي منظمة تقاد من قبل النظام الإيراني الشيعي، وليس لها أي خاطر بمصير الفلسطينيين. يعني الالتفات الشعبي من وراء حماس أدى إلى دمار هائل، يعني حماس استخدمت كل المنشآت المدنية وألحقت أضرار كبيرة، يعني عندما هاجمت إسرائيل من منشآت مدنية قد أعرضتهم للخطر وللقصف وللتدمير. ولذلك أقول كل الحكي على ماذا يحدث في قطاع غزة يجب أن يتم بعد أن نرى. لماذا الاستعجال؟ يعني أنت ذكرتها لمرتين بأن هناك استعجال، وأن يعني الآن ليس هو الوقت المناسب من وجهة نظرك لطرح خطة ما بعد الحرب، وحق معك، الحرب لم تنتهي بعد وحماس ما زالت موجودة. يعني لماذا الاستعجال وتحديدا قبل زيارة بلينكن؟ هل هو خشية من فرض خطة أمريكية؟ هل هو خشية من فرض الأمريكيين للسلطة الفلسطينية أن يكون لديهم دور في قطاع غزة؟ ما الذي تخشاه الحكومة تحديدا للاستعجال؟ برأيي هذا إرادة لإرضاء الأمريكان الحلفاء، كأن إسرائيل فعلا عم تستمع لماذا يريدون وتقترح اقتراحات، ولكن ليس هناك أمل في هذا الوقت. نعم، ليس هناك يعني منطق أصلا في هذه الخطة. ضيفي من واشنطن، ما هي الأصداء في الجانب الأمريكي أو في الكواليس الأمريكية إعلامية سياسية لدى النخبة السياسية على الأقل حول الخطة التي عرضها وزير الدفاع الإسرائيلي والذي ذكرها مسبقا الأسبوع الماضي نتنياهو؟ هل هناك من توافق على الأقل أمريكي في هذا الشأن، أم هناك إصرار أمريكي على خطة من نوع آخر، وما هي؟ نعم، يعني واشنطن غير واضحة المعالم، أولا في طريقة تفكيرها في مسألة قطاع غزة ما بعد الحرب، أو في كيفية التعاطي مع وجهات النظر الإسرائيلية المختلفة التي طرحت منذ بداية اليوم الأول للحرب وحتى اليوم. واشنطن ليست لديها رؤية واضحة، وهي إحدى أكبر المشكلات التي تواجه بايدن وإدارته، أنها ليست لديها رؤية واضحة لا لكيفية إنهاء الحرب ولا لإدارة القطاع
بعد انتهاء الحرب. لذلك هي عن ذلك؟ منفتحة على الاستفتاء. ما العوامل التي تمنعها من أن يكون لديها رؤية واضحة وهي التي عادة تخطط؟ هل ذلك يتعلق بشق الحكومة الإسرائيلية أيضا، يعني اختلافات وجهات النظر داخل الحكومة الإسرائيلية، هناك خلافات، يعني ما الذي يمنعها من ذلك؟ يعني شوفي أستاذة ديما، إذا ما عدنا إلى الوراء تقريبا 3 سنوات سنجد أن أول تصريح أطلقه أنتوني بلينكين عندما تولى حقيبة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية أنه طلب من الطرفين عدم التصعيد، لأن هذا الملف لن يكون على رأس أولويات الإدارة الأمريكية. ولكن زج بالإدارة الأمريكية في هذا الملف مرات عدة طبعا خلال السنوات الماضية، ووجدت نفسها مضطرة للتعامل معه. هي ليس لديها استراتيجية، ويعني عندما تقولي للأمريكيين وتتحدثين معهم للإدارة السياسية ما هي الخطة الموجودة لديكم، مثلا لفكرة تقولون إنها قابلة للتطبيق، فكرة حل الدولتين، ليس لديهم أي خطط على الإطلاق. فهم اليوم منفتحين على الاستماع إلى خطط مختلفة، من بينها طبعا المقترحات الإسرائيلية. مصر قدمت بعض المقترحات، هناك دول أخرى ستقدم مقترحات. هم يدرسون اليوم مسألة مهمة جدا، أنه يجب أن يكون هناك فلسطينيون في قطاع غزة بعد نهاية الحرب، بمعنى أنه لا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وبمعنى آخر أنه يجب أن تتم إدارة قطاع غزة من قبل الفلسطينيين أنفسهم. نعم. فلذلك هم منفتحين على مسألة إما يعني إدارة رام الله لقطاع غزة كما هو مقترح، أو يعني ربما يستمعوا للفكرة الإسرائيلية، فكرة إدارة العشائر، يعني يعرفوا هل نجحت قبل ذلك في الضفة، ما مدى احتمالية نجاحها في غزة، طب هل ستنجح في غزة مع ظل السابق على زمن أرييل شارون في الثمانينيات؟ نعم. أواخر السبعينيات. نعم صحيح. هل ستنجح في غزة في ظل احتمالية أن يكون هناك ما زال حاضنة شعبية لحماس أن تكون موجودة وتنمو من جديد حماس، أم يجب أن يتم القضاء تماما على حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى؟ وهذا أمر صعب جدا، 90 يوما لم تحقق إسرائيل حتى اللحظة هدفها الرئيسي بالقضاء على حماس. يعني لحتى اليوم إسرائيل الفصائل تقوم بإطلاق رشقات صاروخية على مستوطنات ربما هذه هي النقطة التي ركز عليها أيضا يعني المسؤول في الجيش الإسرائيلي قبل أن نأتي إلى المسائية هذا المساء. يعني هو قال نتعلم من الدروس السابقة، وأيضا هناك لجنة، هذا كان خلاف أيضا كبير بين الأحزاب، يعني ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الهجوم عليه فيما يتعلق بالتحقيق فيما حدث بهجوم 7 من يعني في الهجوم الذي وصف بأنه إرهابي بالطبع من قبل حركة حماس. هناك خلافات جدا كبيرة. دكتور أبو سعدة، أعطيني رأيك، يعني أنا وأنت تحدثنا مطولا يوم الثلاثاء في المسائية حول موضوع يعني خطة من هذا النوع، وكنا نتوقع بأن نتنياهو قد يعرضها ولكنه أجلها. بلينكين، الإدارة الأمريكية حسب قراءتك أنت بعد أن استمعت إلى ضيفي، ما الذي يريد أن يسمعه من الجانب الإسرائيلي، وما مدى صعوبة مهمة، أعود إلى هذه النقطة، مهمة بلينكين في وجود أيضا تعدد الآراء والاقتراحات والخلافات من قبل الجانب الإسرائيلي حول كيفية إدارة قطاع غزة ما بعد الحرب، والحرب لم تنتهي بعد كما قال ضيفي السيد لافي؟ يعني أنا بعتقد بأن الموقف الأمريكي صحيح، وأنا أتفق مع الأستاذ إيهاب بأنه لا يوجد هناك خطة أمريكية واضحة الملامح لكيفية التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أكثر من الحديث فقط عن حل الدولتين، والذي حتى في الأيام الأخيرة يعني كما قال الرئيس بايدن أصبح هذا الحل بعيد المنال. ولكن على الأقل ما أعرفه أن الإدارة الأمريكية منذ بداية هذه الحرب قالت بشكل واضح أنه في اليوم التالي للحرب تريد سلطة فلسطينية يعني يتم إعادة إصلاحها ويتم إعادة تأهيلها، هي تكون مسؤولة عن إدارة قطاع غزة. وأوضحت الإدارة الأمريكية في أكثر من مناسبة أنها ضد التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، والذي تطرح إسرائيل وزعماء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية، ويعني دائما تقول على ضرورة إشراك السلطة وأن تكون السلطة هي
المسؤولة عن إدارة غزة. ودعيني كذلك أذكر بما قالت وزيرة الخارجية الألمانية في برلين هذا اليوم، أن وهي يعني تمهد لزيارتها إلى منطقة الشرق الأوسط، قالت بشكل واضح كذلك، وهذا موقف يعني شبه إجماع أوروبي، أنهم ضد التهجير، ضد تهجير الفلسطينيين، ومع تسليم مفاتيح قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية. ولكن للأسف يبدو أن نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي جالانت لا زالوا يعني يخاطبوا اليمين المتطرف في إسرائيل من خلال طرح مثل هذه الخطة التي تتجاهل السلطة الفلسطينية تماما. ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في مقال له اليوم في صحيفة جيروسلم بوست الإسرائيلية استبعد أي يعني أي دور للسلطة الفلسطينية وأي دور للرئيس محمود عباس في قطاع غزة. ولكن دعيني أشير هنا إلى نقطة أخرى، وهو أن هذه الخطة لا يوجد عليها إجماع إسرائيلي. فمثلا وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، وهو الوزير المتطرف في هذه الحكومة، هاجم خطة جالانت ورفضها، واعتبر أن هذه الخطة ليست كافية وتعيد قطاع غزة وإسرائيل إلى الوضع الذي ساد قبل 7 أكتوبر. بمعنى أن سموتريتش يدعو بشكل واضح وعلني إلى تهجير الفلسطينيين، ويدعو إلى عودة الاستيطان إلى قطاع غزة من جديد، ويشارك طبعا في هذا الرأي الوزير الإسرائيلي بن غفير، والذي يعني وهما ينتميان إلى الصهيونية الدينية. ولذلك أنا بعتقد بأنه وكما قلت يعني الإدارة الأمريكية ستحاول إقناع إسرائيل بضرورة إشراك السلطة الفلسطينية. وبالمناسبة السلطة الفلسطينية رفضت هذه الخطة، خطة جالانت، وقالت أنه يعني لن تقبل العشائر والعائلات الفلسطينية، وما لم يكن هناك أفق سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ودولة فلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية، نعم لن 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 يكون هناك أي أفق أو أي نجاح لمثل هذه الخطط الإسرائيلية المجربة والفاشلة سابقا. هناك عدة أوراق صراحة يعني معقدة سيد لافي، هناك عدة نقاط مهمة، زيارة ليست بالسهلة، نتحدث عن عدة دول في أسبوع واحد لبلينكن، هناك مفاوضات على أكثر من محور وعلى أكثر من صعيد، ولكن يبقى ملف الرهائن هو الأساس. يعني نتحدث عن خطة ما بعد الحرب، والحرب لم تنتهي، الرهائن الإسرائيليين ما زالوا في 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 القطاع. أيضا هناك بالتزامن تصعيد على قطاع غزة، الوضع الإنساني مأساوي، المساعدات لم تدخل، ناهيك عن الاغتيالات التي بدأت وشهدناها بلبنان، وكلمة نصر الله كانت واضحة، يعني تحديات عدة. ما الذي تتوقعه أنت فيما يتعلق بأوراق الضغط الأمريكية على نتنياهو تحديدا؟ ما هي الأوراق التي قد يتم الاتفاق عليها، والأوراق التي أو النقاط الرئيسية التي قد يتم الخلاف عليها في هذه الرحلة تحديدا حسب قراءتك؟ برأيي يجب علينا أن ننظر على المشكلة شوية بأوسع، بمعنى أن حكومة إسرائيل حكومة يعني فيها متطرفين وفيها معتدلين، ولكن من ناحية العلاقات الجوهرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل التي مبنية على قيم مشتركة، هذه أسس قوية جدا جدا. يعني هناك بجوز أن تكون خلافات بين الأمريكان وإسرائيل على طريقة التعامل، ولكن هناك أطراف أخرى غير الفلسطينيين وإسرائيل، يعني هناك مصر على سبيل المثال يجب أن نتخذ رأيها، هناك الأردن، هناك الإمارات، هناك قطر، هناك دول حليفة أخرى في المنطقة. ولكن يجب علينا أن نرى ما هو السبب لكل عدم الاستقرار في المنطقة من أيام أوسلو لغاية اليوم. يعني هناك طرف، هناك سياسة إيرانية التي لا تريد الحل السلمي في الشرق الأوسط، وطالما هناك تأثير للنظام الإيراني على المجموعات في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن وفي قطاع غزة، أنا لا أقدر أتصور صورة أن نقدر نصل لحل في منطقة معينة بدون ما أن يحاولوا أن يعرقلوا المسيرة من جديد.
وهذا يتطلب. وعندما أنا لما كنت في دوري العسكري كنت أتكلم مع الأمريكان وكنت أقول لهم هناك لغة تختلف عن لغتكم. الشرق الأوسط هناك يحترم من هو له القوة، وعندما أنت تتكلم بلطف معهم يفسرون كلامك كضعف، ولكن ويجب لهم أن يعلمون. نعم عندما نرى نريد السلام، ألا تتفق معي بأن يعني اختزال المشكلة فقط بإيران بأنه هي لب المشكلة، لأنه حتى الآن لا يوجد استقرار؟ يعني هو من غير العادل فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني. يعني أنا لا أريد أن أعود كثيرا إلى الوراء، ليس لدي كثير من الوقت، ولكن أيضا هناك حقوق مهدورة، وهناك أيضا يعني خناق على تحديدا على قطاع غزة، وخناق أيضا على حقوق الفلسطينيين، وأيضا عدم احترام حقوق الفلسطينيين من جانب الحكومات الإسرائيلية أدى إلى ما أدى إليه. أي بمعنى لا يمكن اختزال المشكلة كلها بعنصر واحد، هناك عدة عوامل وتراكمت. هذا ناهيك أيضا عن الحكومات الإسرائيلية، ناهيك أيضا عن السلطة الفلسطينية والخلافات الداخلية. يعني فقط أريد أن أفهم منك ولو باختصار شديد لأترك المجال أيضا لضيفي، ما الذي تتوقعه أنت من كل هذه الجولة؟ هي جولة رابعة، زيارة رابعة لبلينكن، هل سيخرج منها بشيء أم أن هناك وراء الكواليس ما يتم التداول به غير موضوع غزة؟ برأيي هناك سوف يكون تقدم يعني معين أن نفهم ما هي عناصر القوة في المنطقة تريد، ولكن عندما نرى مثلا قطاع غزة تحت سيطرة حماس كانت البطالة هناك تقريبا 70% قبل 7 أكتوبر، يعني اللي دمر الفلسطينيين ليس إسرائيل. يعني هناك عوامل أن إسرائيل لن يعني ليس لها مصلحة تساعد، ولكن العنصر الوحيد التي فجر بساط في تل أبيب أيام محادثات أوسلو كانت المنظمات الإرهابية. طيب. ولذلك يجب علينا أولا القضاء عليها وبعدين المشي بطريق السلم والصلح، لأن إسرائيل أثبتت أن تريد السلام إلها هناك سلام. هنا كرأي مخالف من الجانب الفلسطيني وأيضا يعني بعض الدول العربية لا ترى ذلك، يعني لن نختلف على هذه النقطة لأنه الاختلاف واضح. دكتور مخيمر، ما المطلوب الآن تحديدا؟ يعني إذا أخذنا هذه الجولة لكي أختم أبدأ بختام هذه الحلقة، ما الذي نستنتجه من هذه الجولة الرابعة أو الزيارة الرابعة، وتحديدا بعد عملية الاغتيال وأيضا بعد يعني التهديد في البحر الأحمر من جانب الحوثيين؟ كما ذكرت الوضع معقد وملفات متشابكة، ما الذي تتوقعه أنت؟ يعني أنا سأجيب على هذا السؤال، ولكن دعيني أذكر السيد كوبي بأن إسرائيل كذلك هي جزء من المشكلة، ليس فقط بسبب الاحتلال المستمر للأرض الفلسطينية على مدار 55 عاما وتجاهل إسرائيل للسلطة الفلسطينية ولأي عملية السلام جدية، ولكن دعيني أشير إلى أن المشكلة التي حصلت في قطاع غزة كذلك إسرائيل مسؤولة عن جزء منها، وهو أنه عندما قررت إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة، تفكيك المستوطنات الإسرائيلية وسحب الجيش في العام 2005، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت شارون بالانسحاب بدون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، بدون أدنى تنسيق مع الفلسطينيين، ولذلك هذا ساعد حماس على السيطرة على قطاع غزة ووصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. على أي حال أنا بعتقد أنه يعني كل ما يدور الآن يعني إشكالي لسببين، أولا وهذا ذكر يعني خلال هذا النقاش أنه لا زالت الحرب مشتعلة، ولا زالت حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى المقاومة لا زالت قادرة على الصمود، ولا زالت قادرة حتى على يعني إيلام الإسرائيليين سواء في المعارك العسكرية أو حتى من خلال إطلاق الصواريخ. ولذلك الحديث عن اليوم التالي لما بعد الحرب أعتقد أنه مبكر جدا في هذا الوقت، ويجب الانتظار إلى يعني كيف ستنتهي الأمور. هذا أولا. ثانيا لابد من البحث عن جذر المشكلة وأصل المشكلة، وهو الاحتلال، وهو
وجود حكومة يمينية في إسرائيل وخاصة نتنياهو. المشكلة أنا من وجهة نظري ليست فقط في سموتريتش وبن غفير أو بن غفير، المشكلة حتى في نتنياهو نفسه. نتنياهو والذي يعتبر نفسه هو تلميذ لأبيه وأبوه هو تلميذ لجابوتينسكي، هو لا يؤمن بالسلام، لا يؤمن بحل الدولتين، وكل ما تحدث عنه هو يعني كما يسمى فقط ليب سيرفيس، يعني ليس أكثر من حديث عن حل دولتين. أما هو قال في أكثر من مناسبة أنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية، ولذلك بعتقد أنه يعني لابد من تغيير حتى في التركيب الإسرائيلي، لابد على الإسرائيليين أن يستوعبوا الدرس أنه أن الحلول العسكرية فاشلة ولن تؤدي إلى لا أمن ولا استقرار لا لإسرائيل ولا للمنطقة، ولا بد نعم لابد من إنهاء الاحتلال. ما الذي تتوقعه في ملف الرهائن تحديدا الإسرائيليين والمفاوضات حول هدن متقطعة؟ الآن فات الأوان لذلك بعد يعني اغتيال قيادي في حركة حماس في الضاحية الجنوبية في لبيروت، شروط حماس ستكون مختلفة أم هي ضغوط عليها وقد نرى بعد هذه الزيارة هدن متقطعة وربما تحرير رهائن وعلى الأقل قال يتنفس أهالي غزة الصعداء أيضا باختصار؟ هو يعني مفاوضات التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت أو هدنة إنسانية جديدة كانت يعني موجودة، ولكن تعقدت هذه المفاوضات بعد اغتيال صالح العروري، فكان من الصعب على حماس الاستمرار في هذه المفاوضات غير المباشرة، ولكن في نهاية الأمر لابد من العودة إلى 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 طريق المفاوضات. يعني حتى لو استمرت هذه الحرب أشهر يعني، وإسرائيل بالمناسبة حتى اليوم على مدار 3 أشهر فشلت في يعني تحرير الرهائن الإسرائيليين بالقوة العسكرية أو بالضغط العسكري كما تقول. لابد في نهاية الأمر من يعني الجلوس مع حماس وإن كان بشكل غير مباشر لحل هذه الإشكالية، وأنا أعتقد أنه سوف يعني تعاد الجهود من جديد من جانب قطر مصر. ومن جانب نعم. مصر نعم نعم يعني نعم لإنجاز هدنة إنسانية. خاصة نقطة أخيرة لو سمحتي، أنه على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بخصوص المساعدات إلا أن الوضع الإنساني في قطاع غزة غايف البؤس غايف الكارثة، وهذا ما أوردته يعني مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة اليوم، ووصف الظروف في قطاع غزة بحالة من التجويع وكارثة إنسانية تحدث في غزة الآن، على الرغم من يعني منع إسرائيل مزيد من الشاحنات المساعدات بالدخول إلى غزة. نعم، الجانب الإسرائيلي أيضا لديه رواية مختلفة عن هذا الأمر، وهنا الخلاف. يعني على كل حال ما قلته هو فيما يتعلق بجانب الأمم المتحدة، هناك مناشدات في هذا الأمر. أيضا حركة حماس يعني كيف ستتصرف في ملف الرهائن، بالإضافة أيضا إلى يعني الهدن المتقطعة وأيضا المستقبل السياسي وهي مصنفة على لائحة الإرهاب، هذا يعقد أيضا الوضع، والكل يريد غربيا أتحدثون القضاء على الحركة، وما زال قطاع غزة القرار الفعلي الميداني هو في يد الحركة. الوضع معقد. سؤال أخير لضيفي للسيد إيهاب عباس حول توقعاتك من هذه الجولة باختصار لو سمحت، فهمنا يعني 6 دول بالمنطقة لها دور في موضوع غزة، ولكن لماذا اليونان تحديدا إذا كان لديك تعقيب على هذا الأمر أيضا، ونختم. أنا أعتقد أن اليونان، الزيارة لليونان ربما سيتطرق من خلالها بلينكين لاحتمالية أن تدرس الولايات المتحدة مقترحات التهجير المطروحة من بعض أعضاء حكومة الطوارئ الإسرائيلية، واليونان ربما تكون من الدول المرشحة لاستقبال مهاجرين فلسطينيين إذا ما تم الموافقة على هذه الفكرة من قبل الإدارة الأمريكية. هذا لا يعني أن الفلسطينيين سيوافقوا أو سيهاجروا إلى اليونان، ولكن أنا أتحدث عن أن واشنطن ربما تحاول أن تفتح نافذة لهذا الحل أو احتمالية نافذة لهذا الحل مع اليونان وبعض الدول الأخرى، لأنه تم الإتيان على ذكر اليونان من خلال الإعلام الأمريكي وبعض الأحاديث التي دارت في مسألة تهجير الفلسطينيين. شكرا لك السيد إيهاب عباس. دكتور مخيمر أبو سعدة أهلا بك. السيد كوبي لافي أهلا بك معي أيضا في المسائية، شكرا لكم على هذا التحليل ووجودكم في النقاش. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وننتقل إلى الجزء الثاني من المسائية، ابقوا معي.